الأخت ضحى تتحدث عن عودتها لميكس، شاهدوا المزيد من التفاصيل. ساعدت بالأمس رحمة وهي أخت التيك توكر ضحى جيست مع التيك توكر رشروش اللي سألتها هل أختها ضحى رجعت لزوجها ميكس ولا لا. كان رد رحمة على سؤال رشروش إنه هي ما بتعرف ومثلها مثل المتابعين وإنه أختها حرة ترجع أو تضل. وأضافت رحمة اسألي اللي سوى المشكلة. وأضافت رشروش سؤال آخر علقت عليه بي رجعت ولا ما رجعت، لأنه في فيديو نزل وسألت رشروش عن وين ضحى. ردت رحمة إنه أختها بالبيت، وعلقت رشروش على هذا الموضوع إنه التعليقات عندها انقسمت لقسمين، قسم بيحكي لها إنه ضحى رجعت لميكس وقسم آخر بيحكي لها لا. فشو رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ هل بتتوقعوا إنه ميكس وضحى رجعوا أم لا؟ هلا أنت أختك رجعت لجوزها ولا لا؟ والله ما بعرف، هاني كيف كيفكم والله. أمانة اسأل اللي سوى المشكلة. والله ما بعرف والله. حتى أختها زهقت. أنا ما بتدخل، مش مشاكل، أنا ما بتدخل. أختي حرة ترجع ما ترجع، أختي بس حرة. رجعت ولا ما رجعت؟ لأنه في والله ما بعرف. وين أختك هلا؟ بالبيت عندكم ولا؟ أختي عندي. ورد ورد. يبقى ما رجعت. ضحى رجعت لميكس، نص الكومنت ايه نص الكومنت لا، فما عرفنا.